فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل كان من معتقد السلف أنهم كانوا يفرحون بموت المبتدعة؟ هل كان، يقول هل كان من معتقد السلف أنهم كانوا يفرحون بموت المبتدعة؟ السلف كانوا يسألون الهداية، يسألون الهداية للمبتدعة وأهل الضلال، يدعون لهم بالهداية. وأما أنهم يفرحون بموتهم فلا أعلم شيئا من ذلك، لكن يدعون لهم بالهداية ويردون على شبهاتهم. نعم.